الدبلوماسية ليست فقط التمثيل السياسي للبلاد وتصريف شؤونها الخارجية لدى الدول الأجنبية، وإنما لها أبعاد أعمق وأشمل تتجلى لا فقط في الجانب السياسي، وإنما أيضاً في الأنشطة الثقافية والاجتماعية التي تقود إلى التقارب بين الشعوب وتسهم في زيادة الوعي والانسجام المشترك بينهم. ومن هذا المنطلق، وبمبادرة زوجات السفراء العرب في تونس في إطار الأنشطة الاجتماعية والتضامنية، نظمت مجموعة بيلو إيلا لأزواج رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين في تونس الثلاثاء الماضي حفلاً خيرياً لمساعدة العائلات محدودة الدخل بمناسبة حلول شهر رمضان. احنا مجموعة من زوجات السفراء المعتمدين هنا في تونس، وأنا انتخبت كرئيسة، أنا وحرم سفير أرجنتين، فقلنا نجرب كده تجربة جديدة إن احنا نجمع ما بين الدول العربية والدول الأجنبية، إن احنا نعمل نشاط لشهر رمضان الكريم. فقررنا إن احنا نعمل عرض الأزياء لكل السيدات تحب الأزياء، ولكن باتجاه مختلف، إن احنا قررنا إن احنا نجيب من كل بلد عربية أزياء سواء تراثية أو أزياء يعني حصرية. نو كم جروب دي كونجوان دي امباسادور اي اون ا ان ترافاي دي سوليداريتي اي انفير تو لي باي كي او نو سومز ا سي مومون سي لا تونيسي. Mais quand on est, je ne sais pas, au Chili, au Brésil, on essaie de soutenir toujours des causes humanitaires solidaires. ولأن الكثير من الروابط الثقافية والحضارية يمكن أن تكون قاعدة للتبادل الفكري وتعزيز العلاقات الإنسانية بين الدول، ولأن لغة الإبداع والفن أشد تأثيراً، اختارت مجموعة دبيلو إيلا فن الأزياء العنوان الأبرز لهذا الحفل الخيري، وتم تقديم عروضاً لللباس التقليدي مستوحى من تراث عدد من البلدان العربية، مع إبراز خصوصيات كل بلد وما يسخر به من تنوع وأصالة. تشكيلات أنيقة وتصاميم مبهرة تحاكي الأناقة قدمتها مجموعة من مصممات الأزياء من مصر والأردن والسعودية والكويت وقطر والبحرين وتونس، تفاعل معها المدعوون في الحفل الذين اكتشفوا من خلال التصميمات المختلفة ثقافة كل بلد وتراثه الغنية. هي كانت عرض جميل بصراحة، وكل البلاد العربية شاركت وورد كمان يعني شغلهم وتراثهم، فكان فعلا عرض جميل وكده هو. واحنا محظوظين جدا 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 ان شاركت معانا المصممه العالميه فريده تمرازه، جميله. وقد ايه انا اول ما كلمتها وقلت لها يعني احنا في عرض ازياء، اول واحده قالت لي طبعا احب اجي اشارك، فانا بشكر لها، بشكرها فعلا يعني من قلبي. وهي بصراحه عملت شو جميل، وكمان في اخر فستان لازم الواحد يذكره، ان ده الفستان اللي اتلبس في الموكب المومياء. الفستان له يعني له معنى خاصه لينا بصراحه، يعني زي ما شفتوهما قراب من بعض كتير، نفس تقريبا مع اختلاف النقشات او الالوان في بعض الحالات، لكن كلياتنا في نفس الموضوع، في نفس الطريقه في اللبس في رمضان. فريمون برافو aux organisatrices que nous sommes, ça il faut les féliciter, et bravo aux Tunisiens qui sont les Tunisiennes et les Tunisiens qui sont venus très nombreux. On ne s'attendait pas à ce nombre. Nous étions pratiquement débordés pour l'organisation, mais je vous remercie beaucoup, beaucoup. La culture arabe, c'est très intéressant, c'est très vivant, et la calligraphie, c'est un art, c'est une pièce d'art, et c'est pour ça. J'adore. Tous les événements sont magnifiques. Ils sont beaucoup de couleurs, les couleurs dorées. J'adore. C'est magnifique. Pour moi, c'est une culture différente. Mais j'adore, j'adore. J'adore, surtout là pour le ramadan. J'aurais aimé gagner une de ces jolies robes, mais malheureusement, mais j'en ai. J'aime beaucoup ce genre de robe, d'abaya. Voilà. Je pense que c'est très intéressant parce que pour moi, les vêtements arabiques, arabes, c'est très différent. J'aime le pays avec
ses spécialités, mais aussi les modernes vêtements, the clothes in, from the Tunisian designers. I really, really liked it. سعيدة اللي شاركت معهم اليوم في الليفين مواضيع صراحة حاجة ياسر حلوة على اللخر وعجبني ياسر العرض الأزياء من العالم معناتها شفنا حاجة جديدة شفنا حاجة مزيانة على اللخر فريمون كانت حاجة ياسر تشرف وحاجة ياسر باهية. ومثل الحفل الخيري أيضا فرصة للاطلاع على تقاليد أكلات عدد من البلدان العربية في شهر رمضان لا سيما الحلويات التي تقدم في السهرات الرمضانية. أجواء الإبداع والفن لم تقتصر فقط على عروض الأزياء وتقديم الحلويات التقليدية وإنما أثثت الحفل الخيري عروض الرقص والغناء من خلال عرض لرقصة التانجو وعرض رقص تقليدي أندونيسي أضاف مسحة من الجمالية على الحفل الذي اختتم بمسابقة سحب لعدد من الجوائز. الحمد لله إندونيسيا قد تشاركنا في هذه الحفلة وإحنا سعيدنا جدا جدا لكي التونسي والعربية يعني يعرفون كيف إندونيسيا يعني وكيف تقاليدنا وكيف أزياء بتاعنا هكذا يعني. تبقى الأعمال الخيرية قيمة إنسانية نبيلة وسلوكا حضاريا فهي تأتي قبل كل شيء لكنها قد تكون أيضا فرصة للاحتفاء بالعلاقات الثقافية العربية المتجذرة في أصالتها وعاداتها وتقاليدها والمبنية أساسا على التحابب والتضامن هي فقط في حاجة إلى إعادة إحيائها من جديد من خلال الحفلات والتجمعات الخيرية.